الأطباق التقليدية التي تعرف رواجاً في المجتمع الجزائري والتي لا تزال تحافظ على مكانتها خصوصاً في مثل هذه الأجواء ومتابعة في تقرير هشمي خيراني وأسامة حجو. ما اشتد برد إلا وتربع الجزائريون على الطاولة ينتظرون طبقاً ثقيلاً ساخناً أو حاراً، هكذا هي ذهنيتهم. الشخشوخة أو الدبارة لا تجدها إلا عند البسكريين في مطابخهم أو في مطاعمهم. كما حنايا موالفين ناكلوا لي ساندويتش برا وناكلوا لا بيتزا وناكلوا الدنيا شغل اشاك فوا يصراونا دي بروبليم شغل ناكلوا ما شغل واحد ياكل بالزربان هكذاك ويمشي. مي هادو صحيه 100% وبنينه بزاف. وسي لا بروميير فوا جا عرضني صاحبي جيت لهنايا والله غير ما شاء الله ودفينا ثاني في البرد هذا سورتو مع البرد هذا يعني باك دفيك بيان. كما اليوم عند صاحبي ودوموندا دوبارا قال لي حاره وسخونه قال لي واقيلا نزيد فيها زوج قلت له شوف كمل هذه مع الله يرحمها ربي. الشهية هنا لا تفتح إلا بطبق من الزبيطي، حار لمن أراد وغير حار لمن لا يستطيع المقاومة. سي ان بلا تراديسيونيل حار سي لي هو لي بزاف الشتاء باسكو حراره وين صوص بواشيش شخشوخه سي لا ميم شوز كسره كيما تقولوا هنايا تاع الجي يقولوا مسمن عندنا سفيتي بوسعدي. سفيتي بوسعدي سي كالكو شوز كي سو بريبار دون ان مهرس. المهرس الكبير تاع الحطب هذاك يديروا فيه دي زانغريديون تاع الطرشيل الفلفل الحار طوماطيش الثوم هادو كاع غري نخلطوهم مع لا غاليت هذيك شغل مبسس مي سون لويل باش ما تتبسسش. اقل من 7 درجات يحاول الجميع ان يعوض بروده الطقس بسخونه الاكلات التقليديه التي ما فتئت تداعب المعده بنكهتها المميزه.